مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا يعني كل الناس اللي انضمت لمتابعه برنامج صباحات سودانيه ومستمره في متابعه البرنامج. وفقرتنا القادمه هي الاستضافه الثانيه وللحديث عن مهرجان الواصل للحقيبه المدرسيه. معي داخل الاستوديو الاستاذ عارف عبد القادر ابو حواء، مدير مجموعه الواصل التعليميه. مرحبا بك، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، يسعد صباح الشعب السوداني. اطلاله جميله، وصباح الخير عليك يا بلد، صباح الخير علي كل السودانيين، وصباح الخير على السودان 24، ونحن للضيوف، وصباح الخير عليك يا عموري. صباح النور عليك ابو العريف. الله يكرمك يا عموري. بدايه خلينا يعني نتكلم عن مدارس الواصل التعليميه. مجموعة مدارس الواصلة التعليمية، نحن بنقول يا عمر، الأول لنا فكرة اللي هي أول سنة تدشين المدارس للمرحلة الثانوية في البنين وفي البنات. هي مجموعة الواصل ما كانت مدارس، هي كانت عبارة عن مبادرات شبابية، حتى بعد ذاك انتقلت الفكرة لمجموعة معاهد الواصل، حتى بعد ذاك أول تدشين لها كان السنة دي. مجموعة الواصل هي اهتمت بالتعليم في الفترة الفاتت شديد، رغم التدني بتاع التعليم في الفترة اللي فاتت. نحن لفتنا الانتباه بحاجات مميزات اتلغت من التعليم، ونحن بدينا نرجع فيها تاني من جديد. بدأت فكرة الواصل بإصرار شديد بالمناسبة يا أستاذ عمر، ما مننا ولا من الممول الرئيسي للمؤسسة، كانت فكرة أولياء الأمور أن احنا لازم نشيد مدارس. بحمد الله سبحانه وتعالى دي أول الفكرة جات من ولي الأمر، ووقوفه للأمر بجانب المجموعة كان له أثر كبير شديد. بحمد الله سبحانه وتعالى ليلة كان السنة دي أول ليلة تشيل لثانوية الواصل بنين وثانوية الواصل بنات. دي كانت الفكرة الأساسية العامة بتاعت ما شاء الله. طيب أنا دار أتكلم عن الدعم والتمويل، جاكم من وين ولا له مجهود؟ الدعم الواصل ما جاء من شخص معين ولا جاء من جهة معينة أو مؤسسة تعليمية معينة. دعم الواصل جاء من دعم الذات، دعم نفسه وثقة ولي الأمر في السنين الفاتت. يعني نحن الحمد لله رب العالمين، دعوة ولي الأمر وإسند ولي الأمر كان معانا، هو ده الداعم الأساسي. يعني نحن ما الداعم بالنسبة لنا المال، نحن الداعم بالنسبة لنا كان الداعم الأساسي اللي هي الدعوات المسبقات من أولياء الأمور، وجانب الوقوف بعد ذاك مع المؤسسة. يعني في كل مصالح التعليمية كانت المؤسسة بنلقى ولي الأمر قدامه في تفاصيلها. بحمد الله سبحانه وتعالى، وده الإصرار كان المتواصل من ولي الأمر إنه أن إحنا لازم نشيد ثانوية اسمها ثانوية الواصل. لما شيدنا ثانوية الواصل بنات، ولي الأمر تقريبا كل أولياء الأمور اللي إحنا درسنا أطفال أو تلاميذ في سنة ثامنة هم جونا قالوا لنا لا، ليه تعملوا لنا بنات وما تعملوا بنين؟ فبحمد الله سبحانه وتعالى دشنا طوالي ثانوية الواصل بنين. الدعم هو دعم ذاتي ودعم دعوي، يعني احنا بنقول الدعم الدعوي اهم لنا من الدعم المادي، لانه فكره المبادرات اللي اشتغلناها في السنين اللي فاتت احتمال لقت حظ كبير من الشارع العام، لانه مبادرات الواصل هي كانت مبادرات فريده من نوعها. يعني احنا اشتغلنا على مبادره بنقيف عليها في جانب العمل الطوعي الانساني، ده السبب الرئيسي اللي اسس لنا مجموعه الواصل، لانه مجموعه الواصل هي كانت فكره بتاعت مبادرات جات من سنين فاتت يا عمر، وحنتكلم عنها عليها. يعني دي فكرة ثانوية الواصل بنين، ثانوية الواصل بنات. الدعم هو دعم دعوي، والدعم جاي من سند ولي الأمر ووقوفه معانا. ونحن من هنا بنقول لكل ولي أمر ساندنا بالدعاء وساندنا بالوقفة بتاعته ليه، والتوفيق والسداد. يعني من السودان 24 نحن بنديه تحية كبيرة لكل ولي أمر في جانب الواصل. طيب أنا دار أتكلم عن فكرة المبادرات في السنوات الفاتت، أنتوا كان بتعملوا شو؟ المبادرات أول حاجة لقت حظها، إحنا كنا في المدارس الحكومية دائما بنستقطب الفئات الطلابية، فئات الطلابية لأنه فئات جد هي عايزة عمل طوعي، جد عندها طاقة نفاذة دايرة الزول يستقلها بطريقة صحيحة. يعني إحنا استقلينا الشباب وبدينا نشتغل على الفكرة بتاعة المبادرات. أول مبادرة إحنا اشتغلناها بحمد الله سبحانه وتعالى لقت حظ ما عادي، يعني داخل ولاية الخرطوم بالذات منطقة أم درمان الثورة. أول مبادرة إحنا اشتغلنا عليها حاجة اسمها كيس الصايم، أو إحنا أنشأنا الحقيبة الصايم، ما كيس الصايم، حقيبة الصايم، اللي هي كانت بتجي من الدعم، بنمشي تقريبا بنسارد من المؤسسات الحكومية ولا القطاعات الخاصة بخطابات رسمية إنه إحنا دايرين الدعم لحاجة اسمها الحقيبة الرمضانية، وبعد ذاك أنشأنا الحقيبة الرمضانية. المبادرة البعدية طوالي كانت احتفالات أطفال البايقومة. يعني إحنا
اشتغلنا على مبادرة الطفل المايقومة فترة طويلة، اللي هو من الزي ومن الكتاب المدرسي من تفاصيل كثيرة شديد اشتغلنا على أطفال المايقومة. المبادرة الثالثة وكانت فريدة وشديد من نوعها، حتى الشارع العام ما تقبل الفكرة، اللي هي مبادرة طفل الشارع، اللي هي من الأطفال اللي بيكونوا قاعدين في الخيران، طفل الشارع اللي هو ده اللي بيكون أصلاً ببيته في الشارع العام ما عارف أبوه وما عارف ما تقبلون. عملنا لهم استقطاب كده وبدأنا غيرنا تغيير فعلي. يعني الحمد لله سبحانه وتعالى كثيرين الآن مننا، نحن من شبابنا ذاته غيرناهم. الآن في ناس منهم شغالين معي بالمناسبة يا عمر، هم ذاتهم يعني في المؤسسة، وفي ناس الحمد لله رب العالمين اديناهم دخلناهم مجال التعليم في المدارس الصناعية. من هنا نحن بنحيي مدرسة البلجيكية في التقاطع الشرقي، هي كانت برضو بالنسبة لنا سند إنه نحن نغير من طفل الشارع، ودي كانت مبادرة لفتت انتباه الناس شديد إنه ليه أستاذ عارف والتيم العامل مع أستاذ عارف أحمد أخوه سامح أستاذ عبد الباقي أبو حوى، الناس ذي بيتعاملوا مع ناس الشارع كيف؟ الناس ذي بيقعدوا معاهم في الواطة وبيشربوا الشاي ويشربوا معاهم جبنة في الشارع كيف؟ إنه هم مبوزين جدا. في الشباب ذي عندهم طاقة، وبدينا نستقطب عنهم وغيرنا كثير بحمد الله سبحانه وتعالى زي الشباب ذي، ولسه نحن راجعين نغير كثير في الشباب. إن شاء الله ربنا يوفقكم. طيب أنا داير أتكلم عن المهرجان، تفاصيل المهرجان الواصل. فكرة المهرجان دي عمر طبعا فكرة شوية كده إنه الشارع السوداني هو متعود على الفكرة دي بالمناسبة، لكن فكرة الواصل كانت بعيدة حبتين. الفكرة كانت متعودة من التجار وأصحاب المكاتب، ما كانت جاية من المدارس. ما في مدرسة على نطاق السودان اشتغلت حاجة اسمها الحقيبة المدرسية. الحقيبة المدرسية دي ما في. اللي هم كانوا بيشتغلوا التجار بيعملوا تخفيض 70% 80%، لكن مجموعة الواصل السنة دي خشت بفكرة إنه المدارس في القطاع الخاص ما تدعم الطالب في الشارع العام. وين المشكلة؟ ما تقيف مع ولي الأمر ذاته، لأنه ولي الأمر في الفترة الظروف كعبة الظروف كعبة، وغير غير الظروف الناحية المعنوية ذاتها نحن بالنسبة لنا منتهية شديد، عشان كده مبلزين شديد. فالشعب السوداني أو المواطن السوداني معاني شديد. فنحن جات فكرة المبادرة هي من جروب الواصل، اللي هم أنا ما دارس كوريسيم زول عشان ما أجيب زعل من زول. كل بناتي شغالين معي في مجموعة الواصل، وكل أولادي شغالين معي في مجموعة الواصل، وكل المعلمين التيم العامل الأنشأ الواصل. نحن كانت فكرة المبادرة دي بصمنا عليها بالعشرة. ليه نحن ما نعمل مهرجان نسميه والواصل بقيف معك؟ دي كانت فكرتنا نحن، مع فكرة الواصل بقيف معك، ما بقيف معك أكاديميا ولا بقيف معك اجتماعيا، طيب ما يقيف معك اقتصاديا. ليه الكراسة نحن ما نشتريه من المصنع ونبيعه بسعر المصنع؟ شنو يعني الفكرة اللي هو نحن أنا تعبت مشيت جبته وجيت وبيعته للمواطن ده بسعر المصنع؟ كانت الفكرة ما مقبولة من الشارع العام. أول حاجة إنه والله ده كلام سيء بيتقل، زي ما نحن قاعدين نسمع كلام كثير في الشارع العام، تخفيض يصل إلى 80%. أول ما أجي ما بلقى ما في تخفيض. طيب نحن ما شفنا المبادرة دي، شفنا على 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 الظاهر على أرض الواقع في شارع الستين، لقينا كمية قبول ما عادي، حتى الأولياء الأمور الأوائل اللي اشتروا. يعني المهرجان ده اللي هو متنقل من مكان لمكان، نحن سببناه الآن في شارع الستين، لكن حنشتغل عليه في الفترة الجاية. الفترة الجاية اللي هو تغطم أيوة تأجيل المدارس ذاته، هو أدانا سبيس حبة كده عشان نحن نقدر نشتغل في في كلية النهضة ودكتور إيمان عبد الباقي أبو حوى شارع الستين، شارع الردمية ومبدا، سليمان عبد شنبات الحلفاية، إدريس جلال شرق النيل. نحن دي حنشتغل عليها في الفترة الجاية. لكن الحقيبة المدرسية أساسا جم مدارس الواصل في شارع الستين غرب طرمبة نبتدي، اللي هو المهرجان الحقيقي. الحقيبة المدرسية هي بتقيف معاك بأنك تشتري 50% من الكراس بسعر المصنع، وتشتري القلم برضو بسعر المصنع يا عمر، وما تنسى برضو الحقيبة برضو بديك لها بسعر المصنع. طيب ما تيجي تشيل اقلامك وعلبه هندستك برضه بسعر المصنع، اللي هي حقيبه متكامله. حقيبه متكامله بسعر المصنع وفيها هدايا بعد. يا سلام، احتمال الله يطلع لك معاه عديل. الله يا شاء الله احتمال يطلع لك جلد. طيب اللي هو يعني في بعض يعني بدايه العام الدراسي في تجار ازمات، تجار ازمات ده اللي هو بيستغلوا الوضع الحالي، أيوة. المدارس والناس جايه السوق وكده، فانا داير اعرف المصداقيه في الاسعار، اسعاركم كده لحد كم؟ نحن ما أسعارنا بسعر المصنع ذاته، هو الكراس ب 200 جنيه زي ما هو طالع من المصنع ب 200 جنيه. يعني نحن ما عاملين فيه قيمة مضافة، أيا كانت القيمة المضافة بالنسبة للترحيل. تخيل لقيته ب 800 جنيه. لو لقيته ب 800 جنيه يعني برضه بديك له 800 جنيه. طوالي بديك له 800 جنيه. نحن بنعمل لك بطاقة اشتراك في الوصل. طيب شكل التفاعل
بين اولياء الامور. انا كنت متخوف من التفاعل شديد. خليك من تفاعل، انا كنت متخوف شديد على فكره انه المهرجان ده ما يلقى حظه في الشارع العام، لانه عدم المصداقيه في الشارع العام بقت كبيره شديد. يعني انا احنا لما اول يوم اشتغلنا عليه وتقريبا لحد الساعه 3:30 ما جاء عميل او ما جاء مواطن عشان يشتري، حقيقه انا خفت شديد. كنت لي درت كبيره خفت شديد، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى الساعه 4 بالضبط يعني كميه اقبال كان ما عادي، اقبال هائل شديد من اولياء الامور من الشارع العام، حتى اخذ الشارع ضجه كبيره جدا، عمل زحمه شديد في الشارع العام، انه مجموعه الواصل عامله كراس بسعر المصنع، الحقيبه بسعر المصنع، لقى رواج ما عادي من اولياء الامور. ان احنا انا بجد انبسطت شديد من الفكره بعد الساعه 4. اكيد 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 هيكون قبل الساعه 4 شديد. طيب بفضل الله الحمد انا لله. الحمد لله. طيب استمراركم يعني اللي هو لحد اللي هو بدايه المدارس او بعد ان احنا بنشتغل لحد اليوم الاول من المدرسه بمشيئه الله تعالى. ان احنا الان وقفنا لتاجيل المدارس لانه الشارع العام بياخد شويه كده من الركود. احنا وقفنا وحنبدا الاسبوع الجاي. ايوه فحنبدا الاسبوع الجاي مشيئه الله تعالى كل المواقع اللي انا ذكرتها قبل، بالذات شارع الستين لانه هو السنتر الرئيسي. حنقيف حنشتغل على المبادره دي برضه بسعر المصنع، وحندخل عليها قيمه مضافه جديده اللي هي الكراس السعودي، جاي الكراس المستورد. نحن بنفس السعر. ايوه بنفس السعر الكراس المستورد جاي، وحندخل فيه برضه الكتاب المدرسي اللي هو اصلا لقينا في السوق او في الشارع العام او في المكاتب الرئيسيه انه في مشكله في الكتاب المدرسي، برضه نحن حنوفره في المجموعه بمشيئه الله تعالى. ونحن من هنا بنقول لكل المواطنين وكل اولياء الامور وكل الطلاب، مجموعه الواصل عندها افكار بعيده لسه، عندها شغل لسه في التعليم، يعني عندنا مشروع مكتبتي هو جاي. دي الخطط المستقبليه جايه. المستقبليه ان شاء الله مشروع مكتبتي ده حيدعم كل الطلاب وكل اولياء الامور وكل طالب، مش طالب مرحله ثانويه او طالب بيقرا معانا، كل الطلاب اللي كان المرحله الجامعيه او المرحله الاساسيه او المتوسطه او المرحله الثانويه. اللي هو دعم تعليمي. دعم تعليمي كاف. طيب اللي هو في الفتره اللي فاتت كانت شهدت تدشين بعض القنوات التعليميه، طيب دوركم انتم في التعليم الالكتروني شنو؟ في الخطط المستقبليه. التعليم الالكتروني نحن ما وقفنا عليه حتى الان، نحن ازمتنا الداخليه يا عموري في عندنا فيه مشكله كبيره شديد. نحن عندنا مشكله في طالب لما يكون قاعد في القاعه بتاعت الدراسه وعايز ينتبه للحصة وهو بيكون بعيد فكريا، احنا دي اكبر كارثة. التعليم الالكتروني لسه احتمال في البلد ما اخذ حظه شديد او ما تطور بالقدر اللي احنا عايزينه. احنا طالبنا لو ما قعدنا معاه في الوطن ما بيقدر يشتغل معنا. ليه؟ لحاجات كثيرة، للضغط النفسي في البيت، للمشاكل اللي في الشارع العام، فطالبنا بعيد كل البعد الالكتروني. بعدين غير ان احنا بنقول الشبكات او الانترنت او غيره وكده من المشاكل، لكن لا، ان احنا طالبنا لازم نقعد معه في الواطه، لانه ده الطالب السوداني اللي تعود عليه من زمان ان احنا لازم كلمه الف نكتبها في الواطه ونكتبها في الهواء ونجي نطبقها في خيالنا ونرسمها في ابعادنا. عشان كده التعليم الالكتروني احنا واضعين له خطه 2025 2026 بعد التطبيق التام. اول ما يطلع التعليم الالكتروني من مجموعه الواصل ما حيكون في السودان فقط، حيكون التعليم عن بعد حتى في المملكه العربيه السعوديه، وحيكون في الامارات، وحيكون في مصر بمشيئه الله تعالى. وده في خطتنا ان احنا من 2010 دي خطه هي ثابته بمشيئه الله تعالى. طيب دوركم كمبادره يعني او كاداره لمجموعه الواصل التعليميه، طيب دوركم شنو في تهيئه الطالب نفسيا في البدايه؟ يعني علما بانه الفتره اللي فاتت ديل يعني لما قالوا انه يعني اجلوا المدارس فرحوا، في ناس فرحوا طبعا كلهم طبعا. هو الدور ده نحن في مجموعه الواصل بعد التدشين السنه دي للمدرسه، المدرسه طبعا عمر نحن خشيناها ببروتوكول مختلف تماما عن قطاع المدارس الخاصه او قطاع المدارس الحكوميه. اول حاجه انشانا لكل فصل مشرف اكاديمي توعوي تربوي براوي عشان نشوف مدى الطلاب، مدى استيعاب الطلاب. الحاجه الثانيه يكون لصيق اجتماعيا مع الطلاب في مجموعه الواصل. الفكره اللي جايه في التدشين بتاع المجموعه انه مدرسه الواصل حتوفر لك اي تفاصيل انت عايزها. مجموعه الواصل لما تجي تدرس في ثانويه الواصل بنين او بنات، اول حاجه من الناحيه الاجتماعيه التربويه التثقيفيه انت حتكون بعيد شديد. لانه السنه دي احنا برضه حننشئ الدوره المدرسيه المرحله الثانويه
بمنطقة الخرطوم شرق، المدرسة السنة دي حتاخد حظ كبير. نحن بنقول الناحية النفسية ثبتنا خبراء ثابتين في المدرسة من الخبير التربوي اللي هو حيكون متواجد في مدرسة البنين ومدرسة البنات. الخبير التربوي في كل فصل نحن عاملين خبير تربوي براو، لأنه أي طالب عنده مشاكل براو، أي قاعة مشاكل براو، أي فصل عنده مشاكل براو. صحيح. عشان كده أنشأنا أي خبير تربوي في أي فصل، في أي فصل، في أي فصل خبير تربوي. الحاجة الثانية اللي هو بيكون موجود أثناء الحصص، يعني أثناء اليوم نحن متعاقدين معاه شهريا زيه زي المعلم بالضبط، حيكون قاعد في المدرسة اليوم كله، هو بالنسبة له ده المشرف بتاع المؤسسة اللي هو حيكون قاعد من الصباح لحد نهاية الدوام المدرسي. الحاجة الثانية مجموعة الواصل خشت بأفكار جديدة اللي هي الحقيبة البستانية اللي هي ما موجودة زمان في المدارس، كانت في المدارس الحكومية. الحقيبة البستانية كيف نحن نزرع وكيف نحن نعرف دي مناشط من مناشط المدرسة بتاعت المجموعة الواصل بتاعت المؤسسة إن شاء الله. اللي هي نحن دا نبدأ الحقيبة البستانية في المؤسسة إنه نوري طالبنا كيف ذاته بيزرع. الحاجة الثانية في المجموعة ذاتها اللي هي السنة دي لطلاب المدرسة اللي إحنا بنقول بياخذوا حيز كبير السنة دي، لأنه أول سنة حيكون فيها الشغل بتاع المعامل الكيميائية، حنمشي المعامل الكيميائية بالتعاقد مع جامعة السودان، تعامل المعامل الفيزيائية حنشتغل عليها برضو، الطلاب الأحياء حنمشي الأحياء الدقيقة حنشوف المعامل عاملة كيف، الكيمياء نفس التفاصيل، طلاب الأدبي ما حننساهم برضو، حنمشي المعالم البارزة في معارك كرري والتدشين والقبة المهدي والبيت المهدي والأنصار، وحنشوف بعد ذاك لأنه مجموعة الواصل هي مجموعة متكاملة، نحن أسسناها على مجموعة متكاملة، طالبك أنت ما مسؤول منه تماما، أنت طالبك ما عليك اللي يجوك تيجيك في البيت تشوف التغيير الفعلي بالنسبة لطالبك زمان وطالبك بعد ما انضم لمجموعة الواصل في الفترة الجاية. طيب بالنسبة للإقبال، نحن قبل تكلمنا عن المهرجان، حاليا دارين نتكلم إقبال الطلاب وأولياء الأمور على المدرسة. نحن بنقول بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيق كبير، يعني نحن بنقول لأنه المجموعة هي برضو يد واحدة نحن أيوه. بنقول هي يد واحدة الحمد لله مجموعة الواصل، من أي موظف في الواصل أو أي أستاذ أو أي معلم في الواصل أو أي إدارة من إدارات الواصل أو كل ولي أمر جرى معانا في السنين الفاتت، والله بحمد الله سبحانه وتعالى الإقبال بطريقة ما عادية في مجموعة الواصل، ونحن منداشين لثقة ولي الأمر المفرطة في مجموعة الواصل إنك طالبك عايزه يتغير تغيير فعلي، يتغير تغيير أكاديمي، يتغير تغيير تربوي، أمشي وديه مجموعة الواصل. فكانت هي دي الحكاوي والحفاوة في 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 الخرطوم شرق، يعني نحن لقينا بها حيز الحمد لله سبحانه وتعالى، توفيق كبير حتى الآن التسجيل اللي نحن بنقول مستمر في المجموعة لافتتاح الفصول الثانية اللي هو الفصول النموذجية باء والفصل النموذجي جيم، والفصول الجغرافية تم فتحها في الأسبوع الماضي لإرضاء ولي الأمر، لأنه ولي الأمر جاي من هناك يا تقرأ في الواصل يا تقرأ في الواصل، فشان نحن ثقة المفرط دي تم لنا فتح الفصول الجاية والتسجيل بتاعه مستمر حتى الآن يعني الحمد لله سبحانه وتعالى. طيب أنا دار أتكلم عن الجهات الداعمة لمجموعة الواصل. الجهاد الداعم هو جهاد شخصي الحمد لله رب العالمين. الجهاد اللي بيجي من انك تحب الحاجه يا عمر، فالحاجه لو ما حبيتها ما بتقبل تشتغل عليها، يعني الحاجه الاساسيه في العمل بالذات الحب، يعني اي حاجه انت لو ما حبيتها ما بتلقى نفسك فيها، ما بتقدر نفسك فيها، ولو ما حبيتها ما بتقدر تطورها او ما بتقدر تنشي حاجتك. فالحمد لله نحن بنحب الواصل شديد، يعني اي موظف في الواصل بيحب الواصل جدا والله يا اخي يا سلام يا اخي، فنحن بنحب الواصل يعني ما بنقول اكثر من بيوتنا لكن بيتنا الثاني الواصل، عشان كده كل يوم بيجينا فكره جديده وبنبدا نقعد عليها في الواطة وبنبدا ننفذ عليها طوالي ايا كانت الفكره ان شاء الله ربنا، ودائما بنعايل الفكر الافكار الايجابيه بالذات نحن قاعدين يدينا الدافع المعنوي اكثر زول أستاذ عبد الباقي أبو حوا اللي هو عميد مدارس أبو حوا بمحل التنبد، أنا من هنا بحييه شديد وأقول له ربنا يديك الصحة والعافية. والداعم الأساسي الخفي بالدعوات يا عمر أنا أمي وأبوي، يعني ديل قاعدين يدعوا لي في كل خطوة، وهم الآن بيشاهدوني بالمناسبة هم الآن بيشاهدوني على السودان 24، وأنا من هنا بقول لهم ربنا يديكم الصحة والعافية ويسدد خطاكم ويطول في أعماركم إن شاء الله يا رب، وكل أمهاتنا يا رب إن شاء الله. عارف أبو العريف يعني رسالتك الأخيرة؟ رسالتي الأخيرة نحن نقيف للتعليم حبة ونعايل له حبتين كده ونعايل لطالبنا، لأنه أملنا في السودان يا عمر كبير ونحن بنحب البلد دي شديد فعليا، فنحن بنقومنا قمنا في السودان وبنحب التعليم في السودان، لأنه كل الدكاترة وكل المهندسين وكل المشاريع
وكل الفئات العملية خارج السودان هم سودانيين، هم اللي أنشأوا الدول الثانية ونحن بنعايل للسودان. عشان كده أنا بناشد كل القطاعات الخاصة وكل القطاع العام وكل من له ليد في السودان يعايل لمحور التعليم، لأنه المحور هو المحور الأساسي. ما بنقول عايل لمجموعة الواصل، لكن عايل لكل المجموعات في المدارس، عايل لكل القطاعات في التعليم. ونحن من هنا بنناشد كل من هنا بنناشد كل الناس إنه نحن نقف حبتين مع التعليم ونقف حبة مع طالب إن شاء الله. ونحن بنقول تحية لكل من ساهم وجاهد وسابر واجتهد في مجال التعليم لبناء طالب، لأنه ثورة أكاديمية قاصدة. أكيد أكيد. لأنه التعليم هو مصدر الدولة وهو أكيد. بناء الدولة. طيب حنرجع لورا شوية، اللي هو دار أعرف أثر الترتيب أو أثر التأخير عودة للمدارس على الترتيبات بتاعتكم في مجموعة الواصل. عودة التأخير هو كان التأخير بالنسبة لنا نحن شبه سلبي، احنا ما بنقول ايجابي، لكن هو ايجابي بالنسبه للمدارس اللي تضررت منها الكوارث او اولياء الامور اللي لسه ما رتبوا حالهم. ونقول كل تاخير فيها خير يا عمر. احنا ترتيبنا الجاي اللي هو مهرجان مجموعه الواصل واستقبال الطلاب الجدد لثانويه الواصل في الفتره الجايه بالضبط حيكون يوم 29. احنا بنناشد كل اولياء الامور اللي بيعرفوا مجموعه الواصل والناس الحابه تعرف مجموعه الواصل يوم 29. نحن عندنا التدشين للمبادرة الجديدة، مبادرة الحقيبة المدرسية بسعر المصنع للمرة الثانية في شارع 60 غريب طرمبة نبتة، اللي هي وافتتاح الثانويات، ثانوية الواصل بنين وثانوية الواصل بنات، باحتفال كبير بمشيئة الله تعالى. ونحن من هنا بندعي برضو ناس كاميرا السودان 24 يا عموري، ولازم تجينا انت برضو. لا لا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حنشوف اللي هو البازار، لكن حابي اشكرك الاستاذ عارف ابو العريف عبد القادر ابو الحواء، مدير مجموعه الواصل التعليميه. نحن بنشكرك يا حبيبي والله. الله يكرمك يا عموري، يديك العافيه. الله يعافيك. اذا مشاهدينا الكرام كده نكون وصلنا لختام حلقتنا واكتملت كل فقرات. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا ورافقونا في كل فقرات صباحات سودانيه. قبل ما نختم اللي حنمشي نختم مع اللي هو فيديو بيس للحقيبه المدرسيه ونعرف اسعار وتفاصيل كثيره. لحد ما القاكم لبكره، تحياتي فريق العمل، السلام عليكم. أستاذ إلهام عبد الرحمن. بالنسبة لأول حاجة أقول لكم عام دراسي سعيد وكل سنة أنتم طيبين. وبالنسبة لناس الواصل طبعا أستاذ عارف ما شاء الله يعني ربنا يوفقه ويوفق الطلبة والطالبات اللي معاه. وأنا طرحتها يعني بصراحة جيت مرة صدفة يعني شفت الأسعار ما في مبارنة بجد. يعني أنا مشيت السوق دستة الكراسات الدستة بأربعة، هسي سألت هنا قال لي بألفين ونص، يعني في الدستة فرق 1500. اسمي صلوات الرضي، جامعة السودان. جيت اليوم اشتري، ناس الواصل عندهم عرض حلو شديد، جيت اشتري كراسة المدرسة الأخواني، فجبت معي أختي وأخوي، هم اللي وروني إنه الأسعار حلوة وكذا، قال لي تمشي تشتري لنا، فبجد يعني الأسعار حلوة شديد. والله الأسعار في حاجات مناسبة، لكن في باقي الحاجات ما مناسبة. يعني هسه عندك زي الشنط، عشان نضي هنا أزعاري بستة. أنا مشيت من درمان المجمع بتاع الجيش، يعني لقيتها بثلاثة ونص، يعني هسه هنا بيقول لك بستة. لكن بالنسبة للكراريس يعني كويسة، الأسعار كويسة. هاي بالنسبة للأسعار كراريس كويسة، لكن المفترض الكراريس تجي مشكلة يعني، لأن شايفة السجاية كلها لغة عربية بس. يعني في عندنا أنا سنة عندي بتبطق طفلة صغيرة يا دوب سنة أولى، يكون محتاج على كراس حساب كراس كده، يا
جايبينها كلها يعني حاجة واحدة. والأسعار كويسة والله يعني في المناطق الليدي يعني دي من لو حسبتها بالمواصلات وحسبتها بالهناك أنا أسعارها كويسة. يعني أنا لو حسبتها إنه أركب أم درمان وأمشي بالنسبة لي التكلفة عالية، لكن كونه إنها تكون في المحلة دي وبالمستوى ده يعني نتمنى إنه شوية كده الناس ترى علينا شوية كده يعني. مرحب بكم. طبعا ما شاء الله هنا الأسعار كويسة وما شاء الله كل حاجة هنا رخيصة شديد وفي متناول اليد يعني. يعني كل الأمهات ممكن يجوا يشتروا من هنا وحاجات حلوة شديد، حاجات مدرسية جودتها حلوة عالية شديد. مدرسة الواصل طبعا أولادي هنا ما شاء الله درستهم الكورس وفي طوالي سجلت معاهم في المدرسة، مدرسة كويسة، معلميننا كويسين، المدير بتاعه ما شاء الله كل الاصطاف تمام يعني بأمانة يعني دي كل فهنا ما شاء الله المعرض فيه كل المنتجات وفيه كل الحاجات الخاصة بالمدرسة. عبد علي عبد الباقي، شكرا لكم. اسمي ماجد الردي، جيت اشتري حاجات المدرسة، والله العرض جميل شديد ما شاء الله. نحن ذاتنا ما كنا عارفين، ورانا اخوي وجينا نشتري الحاجات والله بسعر المصنع ما شاء الله جميلة شديد، واسع جينا نشتري وانا ممتحنة ثالث ان شاء الله السنة دي. بس في حاجات شوية حلوة لكن شنو زايدة شوية في السعر يعني. والله ما شاء الله المحل سمح والعروض كلها ما شاء الله سمحة شديد والله. تسلمي.